ولا الثورة نفاه نبيع كل شيء حكم دجاج عظام يعني كل شيء وتعرف خضرة تعرف حاجة عندي 5 سنين بريسك في الخدمة هذه عندي 5 سنين نخدم كسب دجاج على الطريق الرئيسي يعني ولا ثورة خير بتبيت تبعها الدنيا غليت ومعيشة غليت ووضع البيت يتعرف الناس كلها ولا ثورة خير بعد الثورة حبس الدنيا كل حبس ما فهمت شيء بالنسبة للخدمة هذه من بعد الثورة خير تنحت من تسعب العشوائي ولا نورمال ما عادش يخلق الحكم عارف الظروف العبيد وشيء ما عادش يخلق والله الثورة خير برشا كل شيء الدنيا كلها رخيصة الزوالي ياخذ كان كيلو الرمان تو 15% قبل تلقاه ب 500 فهذا شو كل كيلو ياخذ 3-4 كيلو ما يكفينيش ما ثماش حتى حل باش نخدم خدمة الحمد لله هذا هو الرزق الوحيد اللي عندي والحمد لله لاباس شد في رب قناعة كنز الليا الحمد لله كذا ما موت رزق هذا يكفيني كفي والحمد لله يعني هذا قسم عن رب يعني هذا أولي ما نجمش نكبر عليه مستوى الثقافة بتاعي 4 ثانوي وصلت بريمير انا سكوندير وصلت بقراية نبيا ماني ونجحت وما كملش أمور تعبة شوي عندي نيفو بكالوريا وعندي دبلوم من تراسن سي نخدم خدمة إذا نخدم ساعات زادة ناخو خدمة تاع ضوء تاع حاجة فهمتي حسب يعني حسب الدبلوم اللي عندي لاباس مع العباد لاباس ما ثماش لا حقرة حتى كلهم يعني أحبابي وصحابي نعرف لاباس بالنسبة لي أنا ما يهمنيش حالة عادية بس العباد عادي واحد يخدم على روحه بالحلال يعني ما تقلقوش نظرة العباد بالعكس على العباد تفرح كي تاكل خير خير من تمدي ديك الحاج العباد والله بالنسبة لي ما يحبونيش العباد الحق حتى كذاك سلعة غالية يجي ياخذ ما عندي ما عادي بالنسبة لي عادي ما تقلقنيش ما تهمنيش العباد عندي خدمتي نخدمها والسلام بالعافية شرط البلدية وشرط وسط البلاد ولا باهين معانا يعني ما عندناش حتى اشكالية. اعلن لنا في برج المسعودي لاباس ما عندناش قلق لا سواء عند الحاكم عند العبيد ناس زوال وناس تعرف بعضها ولاباس. شرط تعامل معانا يعني تعرفنا العباد هنا منطقة ريفية وعباد يعني ملزومة باش تخدم تكلمكش يعني فماش حتى قلق بالعكس زيد يعاونك باش تخدم على روحك وتنطر الفرنك وفيد يعني مشاكل وفضل زايدة لك ولك الاقل. بالنسبة لي ما عندي معهم حتى مشكل ما عندي معهم حتى قلق. لا يقلبوني لا يقولوا بي لا كفكرة مثال للسوق ولا شتوخ فيه سمسارة يبقى للحاكم ويا خويا ويتساعر عنده المتر بدينار ولا بخمسة ولا بعشرة ولا هو وكل واحد عنده بلاصته ويخلص بالشهر ولا بالعام ولا بالنهار ولا يربح تربح الدولة ويربح المواطن ماذا بيا ما غير ماذا بيا ربني الضوء كان نشوف الريح يعني برشا خلاك برشا الحل يعطونا ترخيص يعطونا كشي كشك الاخر ونخلص واحد ماذا بيه كيف ورقه معناتها معتمد ولا من البلديه باش يقعد يخدم ديما مرتاح باش ما يخلقوا حد